عايز اتكلم فيهم. وانا هنا لما اجي اتكلم عن اسامه حسني انا من حق ان انا اتكلم عن اسامه حسني، لان اسامه حسني زميل وصديق من 2004 لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم دي. من اهم اللاعبين، وماتش 4-3 دليل، 4-3 في الكاس، يعني انا كنت بتشرف ان انا موجود في الملعب. اسامه حسني من اهم، وبعدين الهدف الرابع اللي احمد صديق عمله لكابتن اسامه حسني. انا مش هختزل تاريخ اسامه في الكابتن اسامه في الهدفين دول، كل الناس عارفه تاريخ اسامه حسني، وكل الناس عارفه، سيبكوا بقى من تاريخ اسامه حسني، كل الناس عارفه ادب اسامه حسني، كل الناس عارفه قد ايه ان هذا اللاعب يتميز بالاحترام والادب والاخلاق، وانه انا بشوف ان هو في بعض الامور ان هو اتظلم شويه بسبب زواجه من بنت كابتن خطيب. مش قصدي حاجه، ولكن هي في النهايه الامور بتمشي بهذا الشكل. انا بشوف ان هو اتظلم الحقيقه، لان اسامه يستحق مكانه اكبر من كده. وخلي بال حضراتكم، انا لما اتكلم عن اسامه بتكلم عن صديق وزميل ملعب، بتكلم عن واحد انا عشت معاه وكلت معاه في طبليه واحده زي ما بيقولوا. فلما اجي اتكلم انا عارف انا بقول ايه، وانا اسف يا اسامه الحقيقه ان انا مش هقدر اديك حقك كله، لان في امور بيننا وبين بعض حتى حدثت في قناه بيني وبين اسامه، ولكن مش هقدر اقولها، لان اسامه احنا شغالين مع بعض بقالنا سنه ونص في قناة النادي الأهلي، قبل كده طبعا في النادي في الفريق الأول. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم كلام بيتقال، وكلام أي كلام بيتقال. تاني حد عايز أتكلم عنه هو الأستاذ محمد سراج، عضو مجلس إدارة، أو الدكتور محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الدكتور محمد سراج طلع علينا الصوت العالي وقال لنا كلمتين، ولا دكتور في الجامعة ولا بيدرس في الجامعة الأمريكية ومش عارف إيه، وزي ما حضراتكم سمعتوا. خلينا كده انزل لي بالمستند القادم. ده خطاب رسمي بالإنجليزي طبعا، ده خطاب رسمي من الجامعة الأمريكية، من كلية الهندسة، من كلية هندسة الإنشاءات، بيؤكد عمل دكتور محمد سراج الدين لسنوات بالجامعة، وأنه شخص تميز، ده محتوى الجواب يعني، إنه شخص تميز بالاعتماد التام على نفسه في رؤيته وخططه الأكاديمية وتميزه بالكفاءة العالية. كلام كتير جدا يعني شرح لهذا الجواب، ولكن آخر الخطاب في جملة حلوة قوي، جملة حلوة جدا. الجامعة الأمريكية اللي بتقول، مش أنا برضو، خلي بال حضراتكم، الجامعة الأمريكية بتقول إيه؟ ولو أي شخص لديه أي استفسار آخر يرجى التوجه لنا للرد. حضرتك عارف عنوان الجامعه الامريكيه فين ولا اقوله؟ يعني ممكن تنزله لنا يا جماعه، هتلاقيه في الجواب على فكره، يعني ممكن تلاقوه في الجواب لو حضرتك مش عارف عنوان الجامعه الامريكيه فين. فده بالنسبه للاستاذ او الدكتور محمد سراج، مش انا اللي بقول، ولكن الجامعه الامريكيه اللي بتقول. وبرضه في اطار الكلام اللي احنا بنتكلمه ده، قال لك في ثلاثه منهم الأستاذ خالد مرتجي ما وافقوش على القرارات الأخيرة اللي صدرت من مجلس إدارة النادي الأهلي، وده ما حصلش. اللي بيكذب حضرتك اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، الورق اللي صادر من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي بيقول إن مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ قراراته الأخيرة بالإجماع. فحضرتك كلامك كتير جدا وبتكذب كتير جدا، ومش عارفين نعمل ايه الحقيقة.